الله الرحمن الرحيم. طبعا تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة من رئيس نادي الإبل الشيخ فهدي يحفظ الله، وللاطلاع على تجربة المهرجان والقائمين على هذا المهرجان الضخم والمتميز والفاعل، وكذلك انتهاز الفرصة أن نشارك مع زملائنا من الهجان السلطانية للتعرف كذلك على دورهم، وأتوقع هذه المشاركة الثالثة في المهرجان، والتنوع اللي هو محاولة نقل ومشاركة أخواننا في المملكة العربية السعودية بالموروث كذلك اللي هو في قطاع الإبل ودور الهجان السلطانية في هذه المشاركة اللي أثرت، وأنا أعتقد هي تجربة مثرية فعلا، ونتشرف بالمشاركة في هذا المهرجان ونقل هذه التجربة والتفاعل من خلال هذا الحجم. أنا بأمانة هذه أول مرة أحضر هذا الجانب من المهرجان، حضرنا العام الماضي اللي كانت في المنصة الملكية في حفل الختام، ولكن اليوم اطلعت على مجال آخر في المهرجان وحشد كبير. يعني نحن طلعنا من الرياض وما شاء الله، ولكن انك طلعت من الرياض من خلال التجهيزات والامكانات المسخره سواء لاصحاب الابل ولا ملاك العزب او حتى المشاركين. فاتمنى للقائمين على هذا المهرجان كل التوفيق، واتمنى باذن الله تعالى ان مشاركه الهجان وغير الهجان ان شاء الله في مثل هذه المناسبات تكون مثرية وداعمة ومحفزة بإذن الله تعالى. طبعاً الموضوع متعلق بقطاع الإبل، يعني موضوع خاص، بس لكن اللي يطلع على الحراك اللي صار في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، واهتمام القيادة في المملكة بتعزيز دور المملكة في شتى المجالات سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، فمهرجان بهذا الحجم في الشأن التراثي والثقافي بشكل عام لابد أن يترك بصمة كبيرة للحراك اللي صاير في المملكة، مش فقط على مستوى المنطقة بإذن الله على مستوى العالم. وفعلا نجحت المملكة في جذب الأنظار من خلال مستوى التنظيم مستوى المشاركة، ومن الجدير بالذكر اللي سمعته أنه صاروا حتى الناس اللي ما إلهم كثير في الإبل يشاركوا في هذه المهرجانات بسبب نوعية التنظيم والتنسيق، وصارت جاذبة لفئات مختلفة من المجتمع وحتى رجال الأعمال والقطاع الخاص. وهنا تكمن الشطارة في أنك تنتقل من فقط تغيير الصورة النمطية لقطاع الإبل وملاك الإبل إلى موضوع اللي هو موروث والحفاظ على الموروث، وكذلك تفعيل دور التسويق في هذا المجال. فأتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق، وأتمنى كذلك الرقي والنجاح لمثل هذه الملتقيات وهذه المهرجات، من الأفضل في السنوات القادمة إن شاء الله.